السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، اموركم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه ام مريم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي فعاله في الحكان ديال الماعن، يعني واحد الوصفه زوينه كنديرها انا شخصيا. والى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيوه مع العائله ديالكم مع الاصدقاء. ما نطولش عليكم بزاف، دابا ندوزو الطريقه ديال التحضير ديال هاد الوصفه هذه. بسم الله على بركة الله. المهم الأخوات ديالي، أول حاجة هاد الصابونة، هادي الصابونة دي تقولوا لها الصابونة ديال الزيتون، راه معروفة كتباع عند مالين اللي كيبيعوا ليكوش وكيبيعوا الأواني داك التنظيف ديال الماعن وداك الشي. المهم كناخد هاد الحكاكة هادي الرقيقة، أنا غادي ندير غير النص ديالها، ما نديرهاش كاملة على حسب الكمية اللي عندي أنا. غادي نحكها في الحكاكة الرقيقة، نحكها مزيان مزيان. المهم البنات، بالنسبه لهاد الصابونه هذه، في حاله ما لقيتوهاش ولا شي حاجه، غتعوضوها بالصابون ديال الحجره عادي، يعني تقريبا نفس هذا، نفس المكونات. صافي، من بعد ما حكيتها غادي ناخذ كاسرونه غندير فيها هاد، انا ما حكيتش كامله، درت غير النص ديالها حيت عندي غير واحد الطنجره وحده هي اللي غنحك. غادي ندير عليها الخميره المعجونه، يعني ديروا معها تقريبا يعني واحد الكميه مهمه ديال الخميره، ديروا عندكم ميزانكم، ولكن هي كتبغي غير الخميره. يعني هذه الطريقه هذه زوينه زوينه ديال الماعن، فنه صراحه، كتخرج الماعن كيشعلو وكتهنيك من بزاف ديال المجهود. صافي، دابا درت الخميره، غادي نحرك هذا الشيء وغادي ندير عليها كاس ديال الماء، كاس ديال الماء عامر كبير. يعني هذا الكاس درت منه انا جوج مرات، لا تقطع معايا المشهد الاخر. دابا غادي نديرو فوق البوطه، من بعد ما درته فوق البوطه يعني نديروه العافيه مهيله، ما نجهدوش عليه البوطه بزاف، ونبقاو نحركو فيه، ما نوقفوش من التحراك ديالو. يعني هاد الصابون هذا يعني كيبقى الثمن ديالو ثمن معقول، يعني ما غاليش بزاف كيف كتلاحظوا. يعني نحاولوا ديك الخميره ما تبقاش بان لينا، نحاولوا نمعكوها مزيان، راه دغيا كيدوب. نتوما اللي غتحكموا في هذا الخليط، الماء اللي حيدتوه جاكم عاقد غتزيدوا عليه شويه الماء طايب. عندي هنا الرماد، شويه الرماد، يعني اي رماد تقدروا ديروه، شيط عليكم في الدار او حداكم شي فرناتشي ولا شي حاجه كتاخذوه من عنده، غير واحد الكميه قليله. هذه الوصفه هذه كتعطاتها لي واحد الاخت الله يجازيها بخير، يعني مني عطاتها ليا وانا كنديرها، صراحه زوينه كتعاون. المهم دابا راني خلطت الخليط ديالي مزيان، انا غادي نجيب الطنجره هذه كيف كتشوفوا، يعني راه حالتها ما فيها ما يتشاف. الطنجره هذه ماشي ديالي في الصراحه، المهم انا غير خديتها باش نقدم فيها شي حاجه، ولكن خصني نحكها. دابا هذا الخليط هذا كناخذ منه غير واحد الكميه، غادي ندهن واحد الكوش خفيف كامله، ندوزها بنفس الطريقه كامله، يعني ونخليها واحد ربع ساعه تقريبا، خليها شويه، يعني انا كامله من برا ومن الداخل. ملي غادي نخليها شويه عاد غادي نحكها ان شاء الله. ندير القفاله هي، يعني الاغلبيه الصراحه هاد الحكان ديال الماعن الاغلبيه يعني ما كيقدرش عليه، يعني كيبغي الخاطر. المهم الاخوات، دابا راه دازت واحد ربع ساعه تقريبا خليتها، يعني قد ما خليتوها شويه قد ما تجيكم سهله في الحكان. ناخذ واحد الطرف ديال الجيكس، صافي غادي نبدا نحك عادي. يعني ولكن هاد الوصفه هادي راه الصراحه راه زوينه، راه غير جربوها ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها. يعني اللي كان طالع لكم الدم في قوسين شدوا برمه وحكوها، يعني بردوا فيها غدي ديالكم. هذه هي الطريقه انا اللي كنحيد بها الاعصاب ديالي. صافي، غادي نحكها مزيان مزيان من برا ومن الداخل. نجاتكم شويه هكا ناشفه تقدروا ديروا واحد الرشيشه ديال الماء خفيفه.
المهم كنحكوها مزيان من برا ومن الداخل. كيف كتعرفوا يعني راه اي دار مغربيه ما كيخطاهاش هاد الجيكس هذا، كيف كنعرفوا حنايا كنا كنديروها صابو بلدي والجيكس. دابا دخلوا واحد الاضافات، يعني كل مره كيبان واحد المنتوج مختلف. انا ناخذ هاد الشيزه ديال السنان اللي عندي قديمه كنخليها لهاد هاد الحوايج هادو، يعني كنحاول ننظفوا بها البلايص اللي ما كنوصلوش ليهم، يعني كت يعني كنحتاجوها في الصراحه هاد الشتاء. هادي ديما نخليوها عندنا في الدار ما نبقاوش نرميوهم، عندهم بزاف ديال الاستعمالات. ومن الاحسن البنات ملي تبغيو تحكوا الماء عندي ما تحكوهم بالجيكس، يعني من الاحسن ديروا شي ليغات ولا شي حاجه في يديكم. كيف كتعرفوا هاد بحال هاد الوصفات هادو يعني كيديروا الدفران شويه كيهرسوهم. دابا راني حكيتها يعني صافي راه سالي، دابا الحكان ديالها صافي. دابا غادي نشد لها مزيان، نشلوها كامله من برا ومن الداخل. من بعد غادي نديروا عليها مسحوق ديال الماعن. دابا راني شللتها كامله صافي، ندير المسحوق اللي كنغسلو به عادي واحد الحلفه، وغادي نغسلوها مزيان من برا ومن الداخل. يعني تبارك الله اي مرة مغربيه تبارك الله راه حادقه، ما عندي ما نقول، يعني كلشي كيعرف الطريقه هذه. غير كنحاول نقول هكا على حساب البنات اللي باقيين يلا مبتدئات، يلا اول مره يعني يحكوا الماعن، هذاك الشيء علاش كنبغيو نعطيو هكا التفاصيل. اما تبارك الله راه كلشي ولا حادق صافي. دابا غادي نشللها مزيان مزيان، ودابا مباشره ملي كان نغسلوها يعني يكون عندنا واحد المنديل يكون ناشف، من الاحسن يكون ناشف مزيان صافي، يكون مسحوها من برا ومن الداخل، يعني السر ديالها هو ما يبقاش في هذاك الماء. واذا كان عندكم سطح يعني يكون احسن، بحال هاد الماعن هادو من الاحسن انسان يديرهم في السطح صراحه، ويديرهم في الشمس. كيف كتشوفوا دابا راني صافي ساليتها. نتمنى تكون واضحه لكم الصوره مع الكاميرا، راه فعاله هاد الوصفه البنات، غير جربوها زوينه زوينه صراحه، يعني ما كنديرش معها واحد المجهود اللي بزاف ويعني كتخرج صافي. نفس القضيه درتها الغلاقه ديالها حكيتها مزيان. نتمنى تكون واضحه الصوره، نتمنىكم يعني تجربوها ان شاء الله وتصدق لكم زوينه. ودابا خليكم معايا باش نوريكم الطريقه باش كنمسح البوطه ديالي. المهم البنات بقى ما سخيت بكم، دابا غادي نوريكم باش كنمسح البوطه. غادي ناخذ بيكربونات اللي كتباع في الفارماسيان، ناخذ منها معلقه صغيره درتها عامره. المهم انا هذا القياس اللي غادي يقدني، درت معلقه صغيره ديال الصابون البلدي، وندير الخل اي خل سواء هذا سواء الابيض اللي كان بحال صافي. نخلط هادشي مزيان حتى كتندمج لينا هذاك الصابون البلدي مع البيكربونات والخل، تولي عندنا بحال الكريمه صافي. من بعد غادي نخدم به. زوينه البنات هاد الوصفه هادي، والله الا زوينه فعاله. المهم كيف كتشوفوا دابا راني درت واحد الكلينيكس درته الوسط وسط الفرن، غير باش ما يوصلناش بالماء ولا شي حاجه باش ما يعمرشنا من الداخل. ناخذ الشيته ديال السنان، غادي ندهن هذيك البلاصه اللي عندنا باغي نحكوها، ندهنها مزيان وغادي نخليها واحد ربع ساعه تقريبا ولا قسمين، المهم نخليوها شويه. كيف كتشوفوا هذا هو الفرن الثاني، وغادي نوريكم الفرق بيناتهم من غادي نحك. هاد الوصفه زوينه يعني، واخا تكون حاجه لاصقه وقديمه كتحيدها فعاله. علاش قلت لكم هاد الشيته ديال السنان ديما خليوها عندكم في الدار، على حساب باش يعني كاين شي بلايص ما كنوصلوش ليهم بالحلفه، وهذه كتسهل علينا الماموريه صافي. غادي نحكها مزيان كيف كتلاحظوا. قلت علاش لا ما نشاركش معكم، يعني كتوفر بزاف ديال تاهيه ديال المجهود،
داك البيكربونات عندها بزاف ديال الفوائد، يعني كتنفعنا في الدار، ديما تكون عندكم في الدار البنات، راه زوينه، عندها بزاف ديال، ان شاء الله نشارك معكم بزاف ديال الوصفات بها، يعني شي حوايج اللي كتحيدهم بها اللي ما يطيحوش لك على البال. صافي دابا غنمسحها بهاد الكلينيكس هذا، ومن بعد غادي نمسحها بواحد البرودوي ديالها. المهم اخوات ديالي دابا راه ساليت الحكان ديالها، كيف كتشوفوا زوينه زوينه هاد الوصفه، غير ديروها يعني كتوفر عليكم المجهود، شوفوا الفرق بيناتهم. من بعد غادي نحكها غنوريكم كيفاش غادي تولي، يعني ما درتهاش معاها على ود باش تشوفوا الفرق بيناتهم. المهم البنات دابا راني ساليتها، ناخذ هاد الرشاشه هادي اللي كتباع دمالين دوك اللي كيبيعوا لوازم ديال 5 دراهم راه عندهم، غير قول لهم عطيكم الرشاشه ديال اينوكس مكتوبه فيها اينوكس، كتمسحوا بها هكا الفرنوات، كتمسحوا بها الثلاجه، راه زوينه زوينه هاد الرشاشه الصراحه، كتعطي واحد اللمعه زوينه. المهم البنات وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل، بسلامه عليكم الى فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله، خليت لكم الراحه.